وسط حضور حاشد من المؤمنين، رعى سيادة المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية الروم الملكي للكاثوليك في الأردن حفل إشهار كتاب جديد لقدس الأب إبراهيم حجازيا. إلى التفاصيل. في احتفال مهيب رعاه سيادة المطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بيترا وفيلادلفيا للروم الملكيين الكاثوليك في الأردن. أقيم في كنيسة القديس يوحنا المعمدان للروم الكاثوليك في العقبة حفل إشهار كتاب عرفتك وأحببتك لقدس الإيكونوموس إبراهيم حجازين راعي الكنيسة. حضر حفل الإشهار قدس الإرشمندريت بسام شحاتيت وقدس القمص أنطونيو الصبحي راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الأردن ومعالي الدكتور رجاء المعشر وعدد من الكهنة والراهبات وجموع من أبناء محافظة العقبة. وخلال الحفل قدم قدس الأب حجازين كلمة شكر من خلالها جميع من شاركه في حفل إشهار كتابه وتأمل قدسه بإنجيل القديس لوقا الذي كان محور كتابه. ربنا باركنا في هذا اليوم لإشهار كتاب عرفتك وأحببتك شرح لإنجيل لوقا. نعم أخذ مني عشر سنوات في خدمة الرب، في خدمة هذه الكنيسة الحبيبة في مدينة العقبة للروم الكاثوليك. عشت كلمة الرب بين أبنائي بين إخوتي في هذه الكنيسة، وأردت أن أترك هذا الإرث لهم في هذا الكتاب لكي يبقى طالما هناك مؤمنين. الشكر لله دائما هناك مؤمنين بكلمة الرب، لكن دائما أركز على قراءة كلمة الله ومعرفتها حتى نحب الله. ربنا يسوع المسيح قال أحبب الرب إلهك من كل ذهنك، فإذا مطلوب منا كمؤمنين أن نعرف الرب ونحبه بكل عقلنا. هالمعرفة اليقينية يجب أن نتحلى بها لنعرف الرب ونحبه ونعمل بوصاياه ودائما نصغي لإلهاماته. الشكر للرب اللي أعانني على هذا العمل، وأتأمن من الله العمل القادم وهو شرح إنجيل متى وهو على الأبواب. شكر للرب لنعمته وعطاياه إني استطعت أكتب هذه الكلمة شرح إنجيل لوقا بكل محبة لكل أحبائي المؤمنين اللي بيصلهم هذا الكتاب. شكرا لمحطة نورسات اللي أتحفونا بحضورهم اليوم. أقول دائما هم أيضا طريقة أخرى للبشارة، بشارة كلمة الرب من خلال هذه المحطة الرائعة وهذه الخدمة الطيبة. شكرا لكم للحضور، شكرا لسيادة المطران جوزيف كلي الوقار راعينا ومحب للكهنة، محب للكنيسة، محب للكلمة ولشرح الكلمة. شكرا له اللي أتحفني بكلمة رائعة جدا مليئة مثقفة لاهوتية روحانية بإصدار كتابي. فشكرا لله وشكرا من أجل هذا الأسقف الطيب القلب والروحاني جدا جدا. شكرا أكرر لكم إخوتي بمحطة نورسات. وقدمت عدة كلمات من أبناء ومسؤولي الرعية في العقبة أشادوا بدور الأب حجازين في نشاطه وغيرته ومحبته للكنيسة. نبارك للأب إبراهيم حجازين على إشهار الكتاب، اختيار إن شاء الله يكون موفق. عرفتك وأحببتك، أتوقع أنه كل من عرف أبونا إبراهيم رح يحكي أني أنا أحببتك يا أبونا إبراهيم. ألف مبروك. نهنئ الأب إبراهيم بصدور كتابه أحببتك وعرفتك، ونتمنى له دوام التقدم والنجاح. وإحنا إجينا مشان نشارك أبونا إبراهيم حجازين في إشهار كتابه عرفتك وأحببتك، إن شاء الله مزيد من التقدم والنجاح لأبونا. وألقى سيادة المطران جبارة كلمته مهنئا الأب حجازين على مؤلفه الجديد الذي يحوي في داخله العديد من التأملات المميزة التي تحدث عنها الإنجيلي لوقا البشير. اليوم احنا بحفل إشهار كتاب عرفتك وأحببتك شرح إنجيل لوقا لأبونا إبراهيم حجازين، وكان اليوم حفل الإشهار جميل جدا من خلال تقديم الكتاب
ومن خلال الرعية اللي حكوا كلمتهم وكان في ترانيم وكان إشي رائع. فشرح الكتاب المقدس وقراءته والتعمق فيه هو شيء رائع. ندعو الجميع للتعمق في كلمة ربنا وعيشها، وشكرا للجميع. وقدم قدس الأب أنطونيو الصبحي كلمة شكر فيها الأب حجازين على دعوته الكريمة وهنأه بكتابه المميز. وأشار قدسه أن محبة الأب حجازين غير متفانية، حيث أنه يفتح أبواب الكنيسة على الدوام للجالية القبطية ليقيموا صلواتهم واجتماعاتهم فيها. بنشكر ربنا أولا وأخيرا على هذه الأمسية الروحية الكنسية الممتعة الجميلة اللي تم فيها إصدار كتاب القديس لوقا اللي قام بتأليفه قدس الأب إبراهيم حجازين. في الحقيقة حضرت خصيصا من عمان اليوم لكي ما أشاركه هذه الفرحة، لأن بتربطني بأبونا إبراهيم علاقة محبة منذ سنوات طويلة. حضرت خصيصا من عمان لكي ما أشاركه في هذه الفرحة. الكتاب الجميل عن إنجيل القديس لوقا في حجمه وبساطة الأسلوب اللي انكتب به هذا الكتاب سوف يساعد الكثيرين والكثيرين من أبناء الكنائس في الوصول إلى عمق جديد في إنجيل لوقا. في الحقيقة بركة أنه شعب المسيحي العقبة محافظة العقبة يكون متواجد، وهنا مش بس الروم الكاثوليك، من طوائف مختلفة حضرات، وطبعا هذا كله كان تحت رعاية نيافة المطران جوزيف كلي الوقار. احنا بنشكر ربنا لأن الفرحة كما ترونها على وجوه الجميع، والكل الآن يقف لكيما يحصل على نسخة من هذا الكتاب، وهذا دليل أكيد على أن من يطلب أو يجاهد أن يحصل على نسخة سوف يقوم بقراءته بعمق. وهذا كله داخل تحت الوصية التي قالها رب المجد في الكتاب المقدس: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة. نطلب المزيد والمزيد بنعمة ربنا للأب إبراهيم حجازين. الرب قادر أن يديم كهنوته، وقلت له الجملة التي قلتها له أول مرة قابلته فيها بعد رسامته كاهنا، قلت له: الذي دعاك يرعاك. شكرا لنور سات. وختم الاحتفال بتوزيع الدروع التذكارية على أبناء الرعية من قبل سيادة المطران، من ثم وقع الأب حجازين كتابه الجديد وسلمه لجميع الحاضرين.